طيب احنا محتاجين نتكلم ده مع الاستاذ علي السيد الكاتب الصحفي. استاذ علي تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا استاذ اهلا وسهلا. مساء النور يا فندم. لو احنا محتاجين نتكلم على يعني والله انا مشفقه على مفرده التناقض ان احنا بنستخدمها كتير جدا في يعني قنوات الجزيره والجماعه الارهابيه وقنواتها، وان هي بتحكم بمكيالين وعدم المبادئ، يعني مشفقة على المفردات دي والله وعلى اللغة العربية في ان احنا بنستخدمها كتير عشان بتطبق على يعني هذه القنوات. نقدر نقول ايه؟ والله عند حضرتك حق من حيث المبدأ. طبعا قطر عمرها ما كانت دولة عشان تبقى بتخضع لأي أدوات الدولة أو أي آليات للدولة. قطر طول عمرها شبه دولة ولديها مشكلة كبيرة جدا طبعا مع طب تسمح لي يا أستاذ علي، تسمح لي إن احنا نتكلم في الموضوع ده، وهو مش بعيد برضو عن اللي حضرتك بتتكلم فيه. احنا من شوية كنا بنقول إن جماعة الإخوان استغلت إن في فتاة سكندرية اختفت من أهلها، فاستغلوا القصة دي وعملوا كده الليلة عليها. عايزين بس نعرض صور مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. دي صور فرح لما أهلها استلموها، عايزين ايه اكتر من كده؟ الصور بتتكلم، دي الصور عشان بس الرغي الكتير والهري الكتير والجهل الكتير. يعني دي صور حصلت على ارض الواقع، ودي حقيقة الحدوتة دي كلها اللي عملوا منها فيلم هندي، مع الاعتذار طبعا للدراما الهندية، احنا اسفين يعني. استاذ علي اتفضل يا فندم. يعني كما يعني سبق وقلت لحضرتك انه قطر شبه دوله ولا بتحترم قانون محلي ولا قانون دولي ولا قانون انساني. هي لديها عقده، نظام القطر الذي عقده من صغر قطر، حاول انه يمارس ما يسمى بدبلوماسيه الكاش لكي تظهر قطر بحيث انه يدفع لبعض الاطراف المتصارعه، وفشلت كل هذه المحاولات. اخرها ما تم مع طالبان. كنا بنشوف قد ايه قطر بتدفع للارهابيين في اوقات معينه فديه لتخليص بعض المختطفين لدول بعينها. النظام القطري نظام رهينه في ايد تركيا وفي ايد قطر، عمره ما كان نظام عنده ميول حتى ولو ميول بسيطة عربية. هو يعني منذ تأسيس الدولة القطرية هو ضد فكرة الأمة العربية والقومية العربية، ويعمل دائما وأبدا ضدها لأنه نهجه الأساسي هو نهج جماعة الإخوان المسلمين. نظام الحمدين اللي حضرتك ذكرتيه هو دائما وأبدا نظام تآمري بيعتمد كل الاعتماد على التآمر على الدول العربية وفي مقدمتها مصر. مصر بالنسبة لقطر عقدة كبيرة جدا لأنها دولة راسخة، دولة مستقرة، دولة لا يمكن أنها تكون تهتز بإعلام موجه، إعلام مصنوع. حتى محاولات قطر في وقت من الأوقات أحيانا تبدو وكأنها ليست فقط ساذجة ولكن مثيرة للضحك ومثيرة للشفقة. شفنا في وقت من الأوقات موزة لما بدأت تدفع بسخاء لبعض الجهات عشان تظهر انه ده في اهرامات موجوده في السودان، احنا يسعدنا ان يكون في السودان، احنا حضاره واحده. لكن هي مجرد انها تحاول ان تلغي حضاره مصر ده نوع من انواع لازم الناس تتوقف امامه بالضحك والسخريه، وان تجد افلام لبعض الجهات عشان لكي تثبت انه الاهرامات موجوده في السودان والسودان فيها اثار وحاجات كده. مرة أخرى يعني نقول إنه السودان يسعدنا إن يكون فيه آثار وحوض. السودان فعلا بلد له حضارة كبيرة جدا وهو شقيق وإحنا حضارة واحدة يعني. صحيح. لكن هذه المحاولات محاولات صبيانية، محاولات صغيرة، يعني هي مش المحاولات الأولى ومش هتبقى المحاولات يعني الأخيرة. أستاذ علي السيد الكاتب الصحفي طبعا أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.